سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة 13. ازيك يا خالتي صوفيا؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً، ازيكم؟ كيفكم؟ كيفك يا خالتي صوفيا؟ والله أنا ذاتي مشتاقة لكم. اتفضلوا حبايبي، اتفضلوا. شكراً. يلا الليلة حنواصل، ها؟ إن شاء الله. طيب، طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه كلام سيدنا عيسى عليه السلام للجمهور داك ما كان انتهى. طيب الليلة نشوف كان حصل شنو تاني. أنا بتذكر إنه أثناء الخطبة كان في بعض الناس من ضمن الحضور جابوا لسيدنا عيسى خبر عن بعض أهل منطقة الجليل الكتلهم الحاكم الروماني بيلاطس، مش كده؟ وأنا كمان بتذكر خلط دمهم بدم الضبايح اللي كانوا بقدموها ضحية لله. صح، الجماعة جابوا الخبر ده لسيدنا عيسى. كانوا بيعتبروا إنه الموت بالطريقة دي عقاب من ربنا. لكن سيدنا عيسى عليه السلام في أثناء كلامه علق على الموضوع ده وقال ليهم: يا ناس، تفتكروا إنه الجماعة اللي ماتوا دي كانوا أشد ضلال من ناس الجليل الباقين عشان كده حصل لهم اللي حصل لهم ده؟ لا أبدا، أنتوا لو ما تبتوا كمان حتهلكوا زيهم. طيب تفتكروا الـ18 اللي وقع فيهم البرج بتاع بركة سلوان وماتوا كانوا ضالين ومذنبين أكتر من باقي الناس في مدينة القدس؟ لا أبدا. وهنا برضو تاني بأكد لكم إنه أنتوا لو ما تبتوا حتهلكوا زيهم كمان. وبعد كده سيدنا عيسى ضرب للحاضرين مثل عن التوبة قبل فوات الأوان، ووراهم إنه الناس نوعين زي الشجر بالضبط، بعضهم مثمر وبعضهم غير مثمر. لما قال ليهم: يا جماعة، كان في صاحب جنينة عنده شجرتين ما بتشيل أي ثمر، وفي مرة صاحب الجنينة ده جل المزارع المشغل عنده وقال له: دلوقتي دي السنة الثالثة أنا أجي هنا عشان أحصد التينة دي لكن ما بلقى فيها أي ثمر، عشان كده أحسن أقطعك وأزرع في مكان شجرة تانية. لكن المزارع قال له: يا سيدي، كده خلي الشجرة دي سنة تانية كمان، وأنا حقلب الأرض وأسمدها، وإذا ما شالت في السنة الجاية بعد ذاك أنت أقطع. وفي يوم سبت سيدنا عيسى عليه السلام كان بيعلم الناس في واحد من بيوت العبادة، وكانت من ضمن الحاضرين في مرة الشيطان كان مساها من 18 سنة، ومن الوقت داك ظهر بقى محني وما كانت بتقدر تقيف عديل. ولما سيدنا عيسى شافها ناداها وقال ليها: أبشري بالخير، حتشفي من المرض ده يا مسكين. وبعد ذاك مساها بيده الشريفة، وفي نفس اللحظة المرة طابت وظهر استقام وسبحت الله. الموضوع بتاع الشفاء ده زعل المسؤول في بيت العبادة شديد جدا، لأنه تم في يوم السبت اللي هو يوم الراحة ما يوم عمل. عشان كده قال للناس الموجودين: يا جماعة، يا جماعة، حسب ما مذكور في التوراة في 6 يوم هي بس المخصصة للعمل، ممكن تمشوا تطلبوا الشفاء فيها، لكن ما مفروض أي زول يشفي الناس في يوم السبت. سيدنا عيسى حب يوضح للحاضرين إنه كلام مسؤول العبادة قالوا ده ما صحيح بخصوص عدم الشفاء في يوم السبت. عشان كده رد وقال ليهم: يا منافقين، مش كل واحد منكم بيطلق طوره أو حماره من الزريبة في يوم السبت ويسوقه عشان يسقي؟ المرة دي من ذرية أبونا إبراهيم، وإبليس مساها وربطها من 18 سنة، شنو اللي بيمنع إنها تنفك في يوم السبت؟ والكلام ده أحرج الناس اللي كانوا بيعارضوه وخلاهم خجلانين. وفي المقابل باقي الجمهور كان سعيد وفرحان بأعمال سيدنا عيسى. وبعد كده سيدنا عيسى قال للجمهور: يا جماعة، بتعرفوا شنو عن المملكة الموعود؟
المملكة دي أشبه لكم نموها بشنو؟ المملكة دي هي زي حبة خردل صغيرة جدا أخذها زول وزرعها في مزرعته وقامت وبقت شجرة كبيرة لغاية ما جات الطيور وعشعشت فيها. والمملكة الموعودة دي أغارينا لكم بشنو؟ هي زي الخميرة اللي أخذتها مرة وخططها في العجينة، والخميرة دي حتنتشر في العجين تدريجيا مهما كانت كميته كبيرة. وبعد ذاك سيدنا عيسى تابع سفره للقدس وكان بيوعظ الناس ويرشدهم في المدن والحلال على الطريق. وفي أثناء مروره ده في زول سأله: يا سيدنا. نعم. الناس اللي بينجوا من النار عددهم قليل؟ يا جماعة، مع إنه الدخول للجنة زي الدخول من الباب الضيق، لكن دلوقتي لسه الفرصة موجودة، عشان كده لازم تدخلوا قبل فوات الأوان، لأنه بعد ذاك صاحب الدار حيقفل الباب. وعشان كده أنا بأكد لكم أنه في كثير منكم في الآخر حيحاولوا الدخول لكن ما حيقدروا يدخلوا، وحيلقوا نفسهم واقفين برا، وحيدقوا الباب ويقولوا لصاحب الدار: يا سيد من فضلك افتح لنا وخلينا ندخل. لكن هو حيرد من جوا يقول لهم: لا أبدا، أنا ما بعرفكم ولا بعرف أنكم جايين من وين. وهم حيقولوا له: يا سيدنا أنت نسيتنا ولا شنو؟ نحن أكلنا وشربنا معاك وانت علمت الناس في شوارعنا. لكن هو حيقول لهم: لا أنا ما بعرفكم ولا بعرف حتى الجهة جيتوا منها، يلا بعيدوا من هنا كلكم يا ضالين، دلوقتي ما في لكم أي طريق الدخول. وفي الوقت ذاك هم حيبكوا ويكرجوا أسنانهم من الندم لما يشوفوا أبواتنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكمان كل الأنبياء في المملكة الموعودة. وفي نفس الوقت هم برا مطرودين، والناس طيبين حيجوا من كل مكان ويدخلوا في المملكة الموعودة، ومجموعة من المنبوذين دلوقتي حيكونوا متميزين هناك، وكمان في عدد من المتميزين دلوقتي حيكونوا محرومين من المملكة الموعودة. وبعد الكلام ده جول سيدنا عيسى بعض الفريسيين وقالوا له: يا فضيلة الشيخ، أحسن تشوف لك طريقة وتشرد من هنا، لأنه الحاكم هيرودس الثاني عاوز يقتلك. طيب قوموا أمشوا للثعلب ده، قولوا له: أنا بطرد الشواطين وأشفي المرضى لوقت قصير لغاية ما أتم العمل ده، وبعد ذاك حواصل سفري في المدة دي لغاية ما أصل القدس، مركز عبادتنا الحاموت مقتول فيها لأنه أهل مشهورين بقتل الأنبياء. عشان كده سيدنا عيسى بعد كلامه ده ومع إنه كان لسه بعيد من القدس نادى وقال: يا أهل القدس، يا أهل القدس، يا كتالين الأنبياء، يا البترجم المرسلين حتى الموت، كم مرة كانت نيتي أني ألمكم زي ما الجدادة بتتم صغارة تحت جناحينا، لكن أنتم ما طاوعتوني، عشان كده بيا طريقتكم، وأنا بأكد لكم إنكم بعد تاني ما حشوفوني لغاية ما يجي وقت تعترفوا بأني المسيح المرسل من عند الله. وفي يوم سبت سيدنا عيسى كان معزوم عند واحد من كبار الفريسيين، والفريسيين وعلماء التوراة كانوا متربصين له، وكان قدامه راجل مصاب بمرض الاستسقاء. وسيدنا عيسى قال لعلماء التوراة والفريسيين: يا جماعة، ايه رأيكم حسب التوراة الشفاء في يوم الراحة بيجوز ولا لا؟ لكن الفريسيين وعلماء التوراة كلهم سكتوا وغلبهم ما يجاوبوه. وسيدنا عيسى مس المريض وشفاه وسمح له يمشي، وبعد ذاك سألهم تاني: منو فيكم إذا وقع ولده أو حتى توره في بير في يوم السبت ما بمرقوا بسرعة؟ وبرضو كلهم عجزوا وما قدروا يجاوبوه. وفي العزومة دي سيدنا عيسى لما شاف إنه الناس المعزومين قاعدوا في محلات متميزة استنكر عليهم الموضوع ده وقال لهم: يا جماعة، إذا في زول عزمك لحفلة عرس ما تقعد في مكان متميز، لأنه يمكن يكون في ضيف من بعيد معزوم، وفي الحالة دي الزول عازمكم حيجي ويقول لك: لو سمحت
انت طبعا ما غريب، عشان كده نحن محتاجين لمكانك ده عشان الضيف يقعد فيه، وتنسحب انت محرج وخجلان وتقعد ورا. عشان كده لما تكون معزوم امش اقعد في اي مكان عادي، والزول العازمك لما يجي حيقول لك يا عزيزي اتفضل تعال، انت لازم تقعد في مكان متميز، وده حيخلي قلبك ينشرح قدام الضيوف الموجودين معك. يا جماعة خلوني اقول لكم، كل اللي بيتعالى الله بينزل من قدره، وكل من يتواضع الله بيرفع شأنه. وبعد الكلام ده سيدنا عيسى قال للزول الداعيه، يا صاحب الدار، إذا عزمت ناس لغدا أو عشاء، الناس المعزومين أحسن ما يكونوا أخوانك أو أقرباك أو أصحابك أو جيرانك الأغنياء، لأنه في الحالة دي هم كمان حيعزموك وتكون واحدة بواحدة. لكن إذا عزمت أعزم المساكين، وخاصة المشلولين والبيعرج والعميانين، والله حيباركك، لأنه الناس اللي عزمتهم ديل كلهم ما حيقدروا على جزاك، والله هو اللي بيجازيكم البحث مع الصالحين. طيب يا جماعة، لغاية هنا أنا حقيف الليلة، وفي المرة الجاية بإذن الله حنشوف حصل شنو تاني في العزومة. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.